هي أولى شحنات الكلور المصدرة لدول الجوار كسابقة في تاريخ الصادرات الجزائرية، انطلقت من برج بوعريش نحو تونس وليبيا. دينا النتيجة وبعثنا المسؤولين تاعنا الشباب تاعنا تعلموا لها في ألمانيا ورجعناهم لهنا. دوك راهم يعملوا عندنا 250 شاب كلهم مهندسين وراهم هما شادين اللوزين، ما نستغنينا على الأجانب. المشروع الاستثماري الخاص وبعدما ضمن تزويد السوق المحلية انطلقت فيه عملية التصدير بهذه المادة لينطلق قريبا في تصدير غاز الكلور كثاني مصدر في إفريقيا. هذه باكورة إنتاج أولية لتصدير إلى تونس وسمنا هذه إن شاء الله إلى ليبيا وبعدين إلى إسبانيا. عندنا 4 مواد، ما زال ما بديناش المادة الخامسة هي الغاز الكلور. عندنا صودا الكاوية، عندنا تقريبا نوصلوا حتى 300 طن يوميا. عندنا لاسيد سيتريك، عندنا نوصلوا بالك ثانية 50 طن يوميا. وعندنا لاسيد كلوريليك ثاني كيف كيف إن شاء الله نوصلوا 70-75 طن يوميا. أفاق أخرى تفتح الشهية لتنويع الصادرات خارج المحروقات والتي بإمكانها بناء اقتصاد متكامل، خاصة وأن الشحنة القادمة ستفتح السوق الأوروبية عبر بوابة إسبانيا.